اسم كريم. رومان جميلة. تلاحظ بأنكم أنتم اليوم هنا في هذه الخيمة، شنو هو الهدف؟ الهدف شنو السياق؟ الهدف ديالنا هو أننا كنقوموا بالحملة حملة تبرع بالدم لكسب دم لويت مارس حتى 24 مارس. نعم. هو الأخر ديالها، وحنايا كنقوموا بمساعدة الأشخاص اللي كيبغيو يتبرعوا. هذا هو دوركم دابا هنا في الأوبيطار. دابا أنتم متواجدين في احنا دابا متواجدين في السبيطار ديال المستشفى، مستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة. كنقودوا العملية بكل مسعف كياخذ شخص من الناس اللي جايين كيتبرعوا باش كيدخلهم الترانسفيزيون، بلاصة ديال التبرع بالدم، باش ملي كيتبرع كيبقاو معاه حتى يتبرع وكيخرجوه كيوريو الطريق. هذا هو المهام ديالنا حنا، وكنعاونوا على التسيير وكيفاش باش تدوز العمليه بنجاح وما تكونش فيها فوضى. ما دايرين شي حمله موازيه على مستوى الشارع؟ لا، باقي ما درناش دابا حتى شي حمله. عندكم في البرنامج؟ كاينه. كاينه في البرنامج. نعم. دابا اذا شنو ككلمه بتوجهها للمواطنين؟ ككلمه كنبغي نوجهها للمواطنين، كنتمناو من المواطنين باش يساعدوا الناس المرضى، وخصوصا الناس اللي كيقوموا بتصفيه الكلي لانهم محتاجين لهذا الدم بزاف. وكنتمنى لان كل تبرع ديال شخص واحد كينقذ ثلاثه الاشخاص منا. نعم. وكنتمنى من الناس باش انهم ياخذوا هذه المبادره ويديروها. سبق لكم درتوا شي مبادره اخرى قبل من هذه؟ تنديروها تقريبا مع اللي كيبغي يتبرع، كناخذوا مجال وسميتو. كيفاش كانت اللي سابقه؟ مزيانه، كانت ناجحه، كانت مزيانه، كان الناس كان اقبال، كان اقبال. نعم. اذا ما كاينش شي اشكال في هذه العمليه ديال التبرع، يعني الناس تتقبل يعني بشكل طوعيه. كاينين الناس اللي كيقبلوا، كيجيو حتى الناس سلطات، كيكونوا بزاف الناس اللي كيتبرعوا. شكرا اختي، ميرسي. فواركوم ان بريس بانكوم، شوفي جريده الخبر الجماعي. شكرا.